هل وبرضو الرغبة الشديدة في خلق عالم أفلاطوني وعالم موسوي، وباعتبار ان أفلاطون مثلا او يقال ان هو ابو يعني الاشتراكيه الخياليه اليوتوبيا والمدينه الفاضله، وأورخ للاشتراكيه في انها يعني ايه في بدايتها، ان أفلاطون كان كاد يكون هو مثلا اول من اوائل اللي نظروا للاشتراكيه ولو بشكل خيالي. هل ذكر الشخصيات دي في اعمال حضرتك بينم عن انحياز سياسي معين؟ انحياز سياسي معين؟ انا ما اشتركتش في الاخر. هو الغريبه جدا ان اكثر الناس اللي بيقروا القصص بيبقى عندهم اعتقاد ان انا اشتراكيه، مش فاهمه ليه وانا ما ليش في الاشتراك. انا بدون يا جماعه اعظم لا هو بص حاجه، يعني هو انا احس بفئه فقيره او فئه بتعاني لا يعني ان انا لازم. اعظم مبدعين مصر كلهم اشتراكيين سواء قوميين او ماركسيين. ولكل قاعده شواذ ديكتاتوريه المنصه اللي يحب يتفضل يوقع الكتاب. استاذ اماني اتفضل، جايبه حاجه حلوه.